وفي هذا السياق شهدت جبهات محافظة الجوف اليوم هدوءا نسبيا بعد أن كانت شهدت أمس مواجهات عنيفة في عدد من جبهاتها. وكانت قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم الميليشيا في جبهة العقبة شمال مديرية الحزم عقب مواجهة عنيفة أسفرت عن سقوط 15 قتيلا من العناصر الميليشيا وسط استمرار المعارك. وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني كثفت قصفها على المواقع التي تتمركز فيها الميليشيا، فيما لا تزال المعارك مستمرة بين الجيش والميليشيا في الجبهة ذاتها. وفي إطار متصل نعود أيضا مجددا إلى الأخبار المتعلقة بآخر التطورات العسكرية الجارية في محافظة الجوف، وينضم معنا عبر الهاتف الصحفي علي العنثري. مرحبا فيك سيد علي، هل لديك معلومات أو تفاصيل حول آخر المستجدات الجارية في جبهة العقبة أو حتى في مفرق الجوف؟ حياكم الله. آخر التفاصيل عن في جبهة العقبة، هجوم قامت الميليشيا الحوثي وهو تسلسل لهجمات متكررة في جميع الجبهات في محافظة الجوف وفي أيضا مدينة مديرية مجزر محافظة مأرب. بالنسبة لجبهة العقبة كان هناك هجوم قوي جدا أو استماته من قبل الحوثيين على دخول الحزم، ولكن انهم اصطدموا بسرابط ابطال الجيش الوطني وباقل الامكانيات. دارت مواجهات اكثر من 17 ساعه وهي اكثر مواجهات مرت في تاريخ جبهات الجوف. يعني لم يبقى للحوثيين سوى العقبه ليتمكنوا من دخول عاصمه محافظه الجوف الحزم. هناك العقبه ليست جبل واحد أو هي مجموعة جبال ومناطق، بس لكن نسميها العقبة، جبهة العقبة كونها قريبة من منطقة العقبة التي تفصل بين خب الشعب ومديرية الحزم. لكن هناك تخوفات كثيرة في حقيقة الأمر سيد علي من أن تسقط عاصمة محافظة الجوف في يد الحوثيين، لا سيما وأن الحوثيين ما زالوا يتقدموا وسيطروا حسب آخر المعلومات على مفرق الجوف. البعض يتساءل أين هي قوات المنطقة العسكرية الموجودة في الجوف ولماذا لا تقوم بواجبها في صد هذه الهجمات وإعادة الحوثيين إلى المكان الذي جاءوا منه؟ نطمن الجميع بأنها مديرية الحزم بعيدة عن الحوثي كبعد الشمس على الأرض. هنا أبطال الجيش الوطني طبعا في المنطقة العسكرية السادسة وفي أرمية الجوف وأبناء قبائل الجوف الذين ساروا جميعا بعد سقوط الفرضة وسقوط مناطق قريبة من مديرية الحزم أو من محافظة الجوف. هناك استسهال من جميع أبطال الجيش الوطني وجميع أبناء المحافظة، قبائل احتشاد من قبائل من كل فج وصوب في جميع جبهات المحافظة. وهناك صحيح هناك قصور من الدولة، من الشرعية، من التحالف، من المملكة العربية السعودية. يعني تقول أن هناك قصور من التحالف ومن الشرعية في دعم هذه الجبهات وأن القبائل بدأوا بالاحتشاد الدفاعي عن محافظتهم. ماذا إذن عن أصفرة وبراقش ومفرق الجوف؟ هل لديك تفاصيل؟ هل أصفرة أصبحت في النهاية في يد الحوثيين أم أن هناك ما زال اشتباكات؟ لا، أصفرة كانت تحت المنطقة السابعة وانسحبت منها المنطقة السابعة ووصل الخبر إلى المنطقة العسكرية السادسة، وكونها سقوطها يشكل خطر على المنطقة السادسة على محافظة الجوف. نعم. حركت قوات من محافظة الجوف وقبائل ولا زالوا هم الحوثيين في اشتباكات عليها. إذن شكرا جزيلا لك الصحفي علي العنثري، كنت معنا عبر الهاتف.